التسعيرة تبعت مشتقات النفط. بس سيدي التسعيرة هي أمامي. هاي الشيء اللي بسميها أنا شيء. أمامي وهي المستخدمة من لجنة التسعير. قرأتوها رواية شيفر دافنشي. الكل بقرأها. هاي يا سيدي هي تتكون من عدة بنود. عندك يجي السعر العالمي. طبعًا. أشرحها ببساطة بشان الناس. أنا حتى يفهمها المواطن البسيط. يلا. أشرح لك إياها بطريقة. بيجيك السعر العالمي. طبعاً هاي عطاءات بيشتروها من المنتج قبل ما تصلنا للعقبة. نعم. على سبيل المثال مبارح أعلن الأسعار العالمية مثل البنزين 90 عندك 705 دولار للطن. هذا بيشتريه من المورد. المورد بيشتري. طبعاً تضاف كلف على السعر العالمي حسب الجدول اللي بتستخدمه وزارة الطاقة كلفة الاعتماد المستندي. كلفة الاعتماد المستندي انت لما بدك تشتري شيء بدك تكون عندك اعتماد مستندي من البنك. هذا فيه له كلفة تضاف على السعر العالمي. عندك قديش نسبتها ولا مش نسبتها 5% على كل طن. على كل طن. طبعا لما بدك تحسبها على اللترات انت بالنهاية لانه احنا بعد شوي راح نتكلم على الفوارق في وحدات القياس في التسعير. كمل البنود وبعدين فصل. السعر واصل العقبة بعد ما تضيف عليه اللي هو كلفة الاعتماد المستندي. بيجيك بدل خدمات موانئ وغرامات تأخير. شو هن هذولا البنود؟ الكلف الجمركية معروف في عندنا جمرك أي مادة بتدخلها في عليها كلف جمركية. هاي قيمتها. المفروض هاي مستوردة للدولة تكون معفية من الجمارك ولا لا؟ لا. أنت هذه 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 تحملها المواطن. يعني هاي تدفع. وكأنك أنت مشتري. والله أنا بالضبط. وأنت بالنهاية أنت المستهلك. أنت المشتري. هاي كلفة الجمارك. ليش بدنا كلفة الجمارك؟ 46 قرش على الطن. أوف. نعم. الدولة. بيجيك رسوم موانئ. غير الضريبة. رسوم موانئ. وهي حقه. حقه. عامل ميناء بده في كلف تشغيلية للميناء حقه هذا. بيجيك غرامات تأخير تفريغ بواخر. هاي النقطة بنحط عليها كويشن مارك. قديش تقعد الباخر على الرصيف؟ أيوة. قديش تدفع غرامات؟ هلا مرات تيجي السفينة. هي بعد قديش لازم تبلش تدفع غرامات؟ يعني اذا اجت صفه الباخره يفترض انه بنفس اليوم وصوله يفترض انه يفرق. يفترض انه انت كمستورد طبعا هو بفرق تكون مهيئ فراغ او خزانات جاهزه حتى تفرغ. طبعا هو بفرغش بنفس اليوم ما فيش باخره بتقدر ولا بفرغ بنفس اليوم مرات مرات بفرغ بنفس اليوم اذا عنده عنده فرغ ولا ما فرغ بده يدفع عنده تنكات فاضيه على طول جاهز بفرغ شغل مضغتك وبتبلش تضخ على الخزانه. لكن السؤال هون او قبل لا نقطع النقطه هاي انا كمواطن عادي شو علاقتك شو ذنبي انت كمشغل للدفعني غرامات للخزانات وانت مش جاهز. هذا خطا تشغيلي. انت ما جهزت حالك. نعم. كمستورد بخزاناتك تكون فاضيه على وصول الباخره. طيب هاي مشكلتك مش مشكلتي انا كمواطن. صحيح كمل. بجيك كمان احنا لحد الان ثلاث انواع من الرسوم ولا اربعه صرنا هسه احنا في النوع الثاني. كلفه التخزين والمناوله وفواقد التخزين. يا سلام. هذه تتفرع لحوالي اربع بنود اللي هي التبخر اللي حكت عنها وزاره الطاقه. ما هو المشكله التبخر عندي بحسب علي ثلاث انواع من التبخر هسه نجيهم واحده واحده. يا سلام يا سلام. أجور التخزين والمناولة في خزانات العقبة هو باني خزانات استراتيجية بس تيجي الباخرة بفرغ على الخزانات هذول. كلفة طن 5 دنانير و7 قروش والله تخزين. والله يعلم يقعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة بغض النظر. النقل من العقبة إلى محطات المحروقات هذا إذا كان مشتق جاهز مش